المفتتح ورد النيل الميلادي حزين وبيواسيني عيط ساعة مشاف الدمع اللي في عيني كان في أحلام وماتت ما بقاش شيء بقيلي لو بتمنى لحاجة فياريت ترجع سنيني النص سنارة الشوق القلب قال ما بلاش نزاع المرة دي عايز أفض المعركة ويا جيوش العقل وانتصر ليا يمكن ده آخر مطالب من القدر خليني ساعة في إيد حبيبتي ولو زاد الكرم خليني ساعة لإيد حبيبتي الشوق غرقني كأني في صحراء والدنيا بتمطر سيول يمكن لأول مرة محبش أسر حالي الظروف سنالي سيفها بخوفاني والبخت رافض يمنحني بخت بمشي في الشارع وعيني قايمة بدور مفتش ببص على وشوش البنات يمكن النصيب يمنحني صدفة إن أشوفها فيتشحن قلبي شوية واترحم من جلد شوقي حبتين يا دي الخيال بياخدني لاحتمالات ضعيفة حاسس إني مش هشوفها علشان قانون الحوجة عكس الأمنيات حاسس إني مش هشوفها علشان قانون الحوجة عكس الأمنيات الوقت ابن اللذينة ابن الثبات ما نصفنيش ولا شد حيلي لشغلة تبقى عمود في ظهري يصعب عليا أخش بيتها وإيدي فاضية يصعب عليا أخش بيتها وإيدي فاضية ومفيش معايا غير دموعي وكل قهري دلوقتي الصداع في دماغي زي الفار تماما بيقرقد نفوخي حتة حتة وعينيا فيها حمرة النار الشديدة من بكرة بسأل بحرقة ليه ما تولدتش جارها على الأقل هشوفها من فوق السطوح على الأقل هشوفها من فوق السطوح نشبك الحب بسلاسل نشبك الحب بسلاسل نأكل الطير الجعان نظرات بريئة ونربط الأحزان في رجل طير مسافر ونربط الأحزان في رجل طير مسافر لكن الحقيقة المرة إني بعيش المر في حي البعاد وبشحت من القدر نظرة وما بشوفهاش فهيطول الخيال بينا فهيطول الخيال بينا مفيش بديل وحزن المجروحين دما بيتجمع ويعمل سهم ويرشق بس في جناب الهوى فيا فدوق النحر الوحدة دي ومفيش في ايد النار ولا تحت رجل البحر الوحدة ديب ومفيش في ايد النار ولا تحت رجل البحر.